في ختام فعاليات حدائق الفن التي تقيمها وزارة الثقافة في مختلف المحافظات، أقيم على المسرح المكشوف للكورنيش البحري بمدينة طرطوس عرض كرنفال الفرح وسط حضور مميز للأطفال. نحن عم نعمل نشاط فرح للأطفال، كرنفال فيه مسابقات، فيه ألعاب، فيه شخصيات، فيه رقص، بحيث أنه نوصل هالبهجة الصغيرة للولد. كتير أجواء حلوة وكتير حلوة فرحة الأطفال، كتير حلو منشان الأطفال هيك ينبسطوا ويغيروا جو، هيك كتير حلو. كتير عروض حلوة للأطفال، يعني شي رائع. أول شيء الطفل عم يتفاعل بشكل كتير حلو، عم يرقص، عم بيفرغ الطاقة والشحن الموجودة داخله، خاصة يوم خميس بعد أسبوع من الضغط والمدرسة. هذه الحفلة كتير 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 حلوة والأطفال كلياتهم نحبوها، وكمان هي حلوة لأنه طرطوس بالبق للفرح. عروض حلوة بنتمنى تضل على طول. عرض حلوة وانبسطنا. عروض فنية متنوعة قدمتها فعالية حدائق الفن على مدار شهر كامل بهدف نشر الثقافة والفن للأطفال واليافعين المشاركين. محمد حسن، الإخبارية السورية، طرطوس.